صباح الفل يا عم حفني يا جميل. صباح الفل يا صبري. استلم يا باشا. لا حول الله، لو الناس تعرف اخرتها متر في متر. ايه ده يا ابني؟ المرحومه عندكم بقى لها 3 سنين ولا ايه؟ انت لسه ما فوقتش يا عم حفني. صباح الفل، دي لسه جايه طازه النهارده الصبح. ما تبص على التاريخ، كاتبين 2020 مش 2023. والله 2023 ليه؟ ما هو اوعى اوعى صباعك كده، اهي 2020. فين الثلاثه دي؟ هي دي جثه داخله تتشرح؟ اه ده داخله تتشرح. وحضرتك مين؟ انا جيمي. جيمي الجثه جيمي. لا انا دكتور جيمي كمالي، جالي تعيين هنا. اه اهلا يا دكتور. اهلا. بقول لك ايه، خلصنا انا يا عم حفني الله يكرمك، ولا انت جاي تشقينا بس النهارده؟ يا ابني شقيت ايه؟ ما انت عارف دكتور زينهم ممشي كل حاجه بالمسطره، عليا النعمه ده هو اللي مشقينا كلنا. دكتور زينهم ده اللي ماسك المكان هنا؟ هو اسمه احمد ولا محمد زينهم؟ اسمه زينهم على طول، لا احمد ولا محمد، دكتور زينهم زكريا زينهم. واه هو اللي ماسك المكان. الله يكون في عونك بقى. خد يا ابني تظبط اذن النيابه ده وتعمله لنا مظبوط وتجيبه، فاهم؟ طب بالله عليك ما تخلي الدكتور كده يستفتح ويشتغل في الجثه على ما اجيب اذن تاني. يا ابني استفتح ايه؟ هو الدكتور هيضرب مشرط في الجثه الا اذا كان الورق مظبوط؟ ده رايح صبري، هو انت جديد ولا ايه؟ بص انا هخليهم يدخلوها على مسؤوليتي الشخصيه، بس انت غير لي اذن النيابه ده، ماشي؟ ماشي اللي تشوفه يا عم حفني. يلا اتفضل. لحظه واحده بس، القرار بتاعي بتاع التعيين بس كان هيبقى طب هو مكتب دكتور زينهم فين بس عشان ادخله؟ استنى هنا انا هديله خبر. وبعدين انت مستعجل على ايه يا دكتور؟ لا انا مش مستعجل، انا بس عايزك تحصن نفسك قبل ما تخش له. ليه؟ اصلهم بيقولوا عليه مخاوي. مخاوي مين؟ أنا اسمي حفني، 20 سنة في المشرحة هنا، يعني لو احتجت أي حاجة اسألني وأنا أرسيك. هات بقى القرار بتاعك عشان أديه للدكتور زينهم. ماشي. استنينا.